امشي ما امك لا امشي ليش يلا امشي امشي ولا شطوني لا سيدي الخير يا خير وانا كل خير يا سيدي يا خير قلت لي ذات جلسة أن السجين أحيانا يعتاد الزنزانة، أنه قد يستيقظ ذات فجر ليحب سجانه. سميتم ذلك بروباغندا. أما السيد الرئيس القائد الملهم فلم يرى في تلك الدعاية سوى دلالة على الحب. أنتج الصور بنفسه، شاهدها بنفسه، وفرض على الآخرين أن يشاهدوها ويحبوه. الآن وأنا كالطفل المشدوح أختصر لك المدينة، كل المدينة بجملة واحدة، ومن الحب ما قتل. وروح كل يطلع للوطن فداء للوطن ولمحد نبديك يا خدام وروح نبديك نبديك يا خدام وروح بالدم نبديك يا خدام وروح نبديك يا خدام يعني هو الباقي ذكريات ذكريات منها مملوءة بالفرح ومنها مملوءة بالحزن، والباقي صورة الصالحية اللي بيها الإذاعة والتلفزيون، وصورة قهوة أبو ناطق اللي كنا نرتاح بيها بعد أن نتغدى نشرب شاي بيها، وصورة كرادة مريم اللي تحمل أحلى وأمتع ذكريات طفولة وصبا عشتها بيها، واللي باقي علاقاتنا الحميمية زملائنا اللي رافقونا طوال هذه المسيرة، واللي باقي عسل وغزل وأمهم. اليوم وأنا أرحل عن ناسك وأهلك وذاكرتك، عرفت لماذا أرسلتني إلى المدينة حاملا 35 اسما وعنوانا، متنقلا بين 35 زقاقا. لم أفهم حينها أنني أحمل فيما أحمل 35 سنة من الذبح والقتل والقهر. خمسا وثلاثين سنة أودت بالمدينة إلى الهلاك. ما صدام ما صدام. الآن وأنا أصم أذني عن كل ما قد يأتي، عرفت أن أبواق الملك قد أسمعت ففعلت. ما صدام ما صدام. وفعلها باق إلى الزمن الآتي. سلم.